محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هو بن يحيى. وش به بن يحيى؟ ما راحش يوليه. علمي علمك، هو والأخضر الإبراهيمي في زوج راحوا البندونغ، بصح مشكيتش رايحين يولوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. بن بعطوش. أجمع كان جديد. خير. فرحة حجاج قتلوه. وقتاش صرت هذه المصيبة؟ عنده يامات لقيت مع باباه وقال لي فرحة الله أكبر. الحالة طورت بزاف يا جماعة. قتلوا فرحة حجاج وقتلوا ريدا حوح وبن زرجب وابراهيم تعب جاي حرقهم. يا راجل ماكش راح تكمل. لو تبدأ تحسب الطلبة اللي قتلوهم وعذبوهم وحرقوهم ماكش رايح تخلص. المهم ذوك وشنو هو الحل؟ الحل هو خطوة سريعة وحسمة، تشكل ضربة للعدو وتزيد في قوة الجبهة. على العموم راهم بزاف من الطلبة خاوتنا يناديو بالإضراب. الو، معك صالح بالقبة. اسمعني مليح. شوف، رايحين نعملوا خطوة. إذا كاش ما سمعتوا احنا خاطئين وانتم ما كمش معنيين، داكور؟ ما نقدرش نفهمك أكثر من هذا الشيء، راني نقول لك احنا خاطئين وانتم ما كمش معنيين. صالح. نعم. حكمتهم. نعم حكمتهم، بصح ما جبتش نتيجة. حاولت نفهمه بأن جماعة باريس ما همش معنيين بالإضراب، وأن الإضراب يمس معاده جامعة الجزائر، إلا أنه ما فهمش. إخي ما ذكرت ولا أنت؟ قلت لهم باللي إذا كاش ما سمعتوا حاجة إحنا خاطئين وماشي إحنا اللي درناها، هذا ما كان. المهم إحنا الآن رانا نستناو في القرار نهائي تاع قيادة الجبهة. عندنا شحال لازم نستناو؟ سمحوا لي، كان واحد عند الباب راه يقول عنده خبر مهم. خليه يتفضل. خير برك ان شاء الله يا ربي. بقيس حسن. السلام عليكم حسن. مسلم حسن. بالخير حسن. يا جماعه الخمام يقول اتكلوا على ربي لا تستناو جماعه باريس. بارك الله فيك حسن، سلم لي عليه وقول رانا في الموعد. يبلغ. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلم لي على خواه. يبلغ. يا جماعة نروح نبلغوا قرارنا للطلبة. السلام عليكم. مرحبا بكم في لوجيما. اسمعوني مليح، الامور راهي تجاوزت الحدود، ووجودنا كاتحاد طلابي ما يمنعش من التعبير على موقفنا الصريح والواضح من استعمال العنف والتضييق على حرية الطلبة الجزائريين. لذلك قررنا الدخول في إضراب عن الدراسة لمدة 15 يوم، وهذا ابتداء من غدوة إن شاء الله 20 جونفي، من أجل التنديد بالممارسات القمعية في حق الطالب والشعب الجزائري.
يلا تفضلوا معي البيرو. Allô? Bonjour, monsieur. Nous avons des informations fiables qui nous disent qu'une majorité de ces étudiants voudront se rallier au Felaga. Je sais, mais évitons toute confrontation pour le moment. Vous savez, ces étudiants sont beaucoup plus malins et organisés qu'on le croit. Alors de grâce, soyez vigilants. On va seulement les gérer pour éviter les débordements. Libérez les étudiants ! Arrêtez la répression ! Libérez les étudiants ! Arrêtez la répression ! Libérez les étudiants ! Arrêtez la répression ! Libérez les étudiants, arrêtez la répression. Libérez les étudiants, arrêtez la répression. Tenez-moi au courant de tout ce qui se passe. فلنهجر مقاعد الجامعات ولنتوجه إلى الجبال والأوغار ولنلتحق كافة بجيش التحرير الوطني وبمنظمته السياسية. جبهة التحرير الوطني أيها الطلبة والمثقفون الجزائريون، أن ارتدوا على أعقابنا والحال أن العالم ينظر إلينا والوطن ينادينا والبلاد تدعونا إلى حياة العز والبطولة والمجد. واش رايك صالح؟ باين كافي ووافي في القمه. يعطيك صحة سي لامين. يلا هماله ما بقاش وقت، ننسخوه ونوزعوه على الطلبه اللي راهم في الخارج. Tu sais Isabelle, il y a de plus en plus d'étudiants musulmans qui sont arrêtés. Il faut qu'on fasse quelque chose. Absolument. Je connais que fait le tawzi' al bayan ya jma'a. Khli mohim aliya w el aysa bikoun ma3ana mtjawi. Tfadl. Rahom ghir hna f saha. Rahin kelfou wahed minhom w yqdmou l saha faghdou inchallah. واش بيها هذه؟ تحبس ما حبش تمشي. استنى تشوف. ودوك هذا وقتها. Il faut le faire. Bonjour Evelyne. Bonjour Céline. Bonjour Isabelle. Bonjour Céline. À plus tard. Bonjour Lise. Je peux vous aider. Mon père est très influent. Il est juste, tu le sais. Je peux vous apporter des informations très importantes. Salim. Je ne toucherai à moi et mes collègues. Je compte sur toi. Je vais te parler. Je te rendrai tes livres demain. D'accord. Vas-y, casse-toi. Tu fiches encore avec ce bico. Pourquoi tu me parles plus? Lâche-moi.
عندنا زوج سوايع حنا نستناو، كيفاش نديرو صالح؟ شوفوا لازم نخرجوا نلقاو حل لارونيو، ما لازمش تبقى حابسه هكذا. بصح بنخدو راه جاي، كيفاش نديرو له؟ انا راني عارف باللي اذا ما لقاناش ما راحش يستنانا، واش نديرو دوك؟ يلا نروح ما بقاش وقت. يلا سير. فهمت انت من تاع الرياضيات؟ فهمني فيه وري نشوف. بروفيسور وانا تعلمني نقراو الكتاب. علمني ما واش تحب. السلام عليكم. السلام. يلا عبد الرحمن. اه عمر راه يستنى فيك برا. راه هنا لتحت. هاو هنا صح. كي نجي نكملو. فهمتش. صحة ولدي صحة تبارك الله فيك. قول لي يبين شويه مقلق. اه ما كان والو، دوك نشوفو ما تقلقش. روح 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 يا وليدي روح، ربي يهنيكم ان شاء الله. يسلمك صح. غير خير. ماكم سله تبدل الحكايه يا عبد الرحمن. كيف التوراة تنتشر بشكل كبير، احنا لازم نميلوا للتوراة بكل قوه. هذه باينه. وهاد السيد اللي معايا هو اللي يقدر يطلعنا للجبل. هذا انا عمه سي احمد. هذا هو طالب عبد الرحمن. هذا السي احمد اللي تلاقيته مره في قهوه المساء. اش فيت عليه؟ مشرفين سي عبد الرحمن. Bonjour Evelyne. Bonjour Salah. Tout va bien? Ça ne va pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a eu un problème avec la Roneo. Elle est tombée en panne. Jusqu'à maintenant, on n'a rien pu imprimer. On doit trouver une solution, sinon... Ne t'inquiète pas Salah, je m'en charge. Merci Evelyne. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Evelyne va nous aider pour l'impression des tracts. Merci beaucoup. On a passé la nuit à l'extérieur, mais on n'a pas trouvé la solution. Donnez-moi le tract, je m'en charge. Yalla, c'est bon. Je vous les envoie dès que possible. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Evelyne. Au revoir. Enfin, alhamdoulilah, on a trouvé le problème. Ite missa est. Je toucherai un mot. راكو عارفين وين توزعوا ياك. عندكم بن عكنون، مدرسة العليا للتجارة، شومونف وجامعة الجزائر. بلا ما نوصيك، هاي تكلوا على ربي.